بيروت. تعاني تونس وضعا وبائيا متدهورا جراء تفشي فيروس كورونا، خاصة سلالة دلتا المتحورة التي فاقمت الوضع وجعلت الدولة التونسية في مواجهة حرب طبية حقيقية نتيجة ارتفاع أعداد المصابين والوفيات. وزارة الصحة أعلنت تسجيل 194 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، وهي حصيلة الوفيات الأعلى في تونس منذ بدء انتشار الوباء في مارس من العام الماضي. كما سجلت وزارة الصحة أكثر من 9000 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 400,000. ولمواجهة زحف كورونا، فرضت السلطات إغلاق 6 ولايات بشكل كامل من إجمالي الولايات 24 في البلاد، كما منعت التنقل بين الولايات. كما مددت الحكومة الإجراءات التي كانت اتخذتها سابقا حتى نهاية يوليو الحالي، ومنها منع التجمعات، منع التجول، وتقليص الحضور في المؤسسات العامة. كما يعمل الجيش التونسي بالتنسيق مع الكوادر الطبية لإجراء مسح كامل في مناطق البلاد، سعيا لتلقيح المواطنين ضد الفيروس تطبيقا لتعليمات الرئيس قيس سعيد. يضاف إلى ذلك أيضا، أكدت الرئاسة التونسية أن دفعة جديدة من اللقاحات ستصل قريبا إلى البلاد لتسريع عملية التلقيح والسيطرة على الوضع الوبائي، إضافة إلى بدء وصول مساعدات طبية عربية عاجلة. مصادر طبية تونسية أكدت أن من بين الأسباب التي أدت للتفشي السريع عمليات التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت الخميس أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا. معنا من تونس نائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير السويسي. دكتور زهير، كيف يمكن أن تجمل لنا اليوم ما بات يعرف بالانهيار النظام الصحي، الإجراءات المتخذة، وحملة اللقاحات التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد؟ صباح الخير. هو لا نستطيع حاليا أن نجزي مع أن هناك انهيار المنظومة الصحية. المنظومة الصحية ما زالت متواجدة، ما زالت متماسكة، للتبية والكوادر التبية وشبه التبية قائمين بما يلزم. هناك ضغط كبير على المستفيد، ضغط كبير لاحظوه من عدد كما ذكرتم، عدد الحالات التي تم اكتشافها اليوم، سرعة انتشار المرض، وعدد الوفيات اللي حاليا مقدر ب 194 حالة وفاة. نطلب الله ان شاء الله يرحمهم جميعا. حاليا هناك ضغط ملحوظ على أسرة الاكسجين في جميع المستشفيات يقدر ب 79%. هناك 3 ولايات حاليا تبلغ الذروه 100% من الامتلاء أسرة الاكسجين، ولكن حاليا هناك جميع عدد اجراءات تقوم بها المستشفيات وزارة الصحة لزيادة طاقة الاستيعاب لهذه المرضى. حاليا هناك ضغط كبير على استعجال الأقسام الاستعجالية، لكن المستشفيات تسعى دائما لإيجاد أسرة جديدة للأكسجين للعناية بهذه المرضى. دكتور زهير، هذا في الصورة الكبرى، ولكن هناك 6 ولايات الأكثر تضررا لجهة ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. ما أهمية العزل الذي سيطبق ضمن هذه الولايات، عدم التنقل بين ولاية وأخرى في البلاد؟ أهمية العزل الصحي، هل ستعود تونس إلى عزل تام في حال لم تصل اللقاحات بشكل فوري وعاجل؟ هو الإشكالية ما هيش في إقرار الإجراءات، هو تطبيق الإجراءات. نحن هناك عدة إجراءات تم إقرارها لم يتم احترامها من طرف المواطنين. حاليا هناك عدم احترام لجميع الإجراءات التي تم إقرارها، وذلك لاحظوا لي ثم مثلا تجمعات ضمت الآلاف تمت في تونس والتي كانت في فترة وبائية والتي فاقمت الوضع. هناك مع مواطنين لا يحترمون، لا يرتدون الكمامة، لا يحترمون الإجراءات اللي ترغمهم باحترام. هناك الوضع هذا هو اللي لا يساعد على السيطرة على الوباء. هذه كل هذه الأسباب مجتمعة
مع تعثر منظومة تزويد التلقيح حاليا وضعف إقبال التنسيق على التسجيل هو الذي يفاقم الجائحة ووصل بها إلى هذه المرحلة الخطيرة من الوباء. الأزمة الصحية هذه تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة وصارمة لفرض احترام القانون من المواطنين بشريعة صحية لمنع انتشار الوباء. تطلب أيضا التسريع في وتيرة اقتناع التلقيح ونسق التطعيم بإنشاء مراكز جديدة وإشراك تشريك الصيدليات الخاصة للتطعيم لتمكين عدد كبير من المواطنين للتمتع بالتطعيم. حاليا ثم مزيد من أحداث السرة وأحداث مستشفيات ميدانية، لكن هذا يتطلب المزيد من الكوادر الطبية والشبه الطبية اللي حاليا نعرفه اللي هي منهكة مزيدة معرضة للعدوى وعلى ما نعرف ان احنا عندنا عدد من الكوادر الطبية والغير الطبية لم تسجل ولم تلقح طيب. دكتور زهير، الحديث بأن هذه الإجراءات الطبية، أهمية التوعية وبرامج التوعية وتطبيقها من قبل المواطنين، ولكن التحذير الكبير متصل بمطلع الأسبوع المقبل، بفترة الأعياد، بربما انفلات الوضع الصحي. أي إجراءات مطلوبة من الحكومة؟ أنا أتصور الإجراء المطلوب هو منع جميع الاجتماعات التي تكون مصدر للعدوى، مثلا حاليا الاضاحي، بيع الاضاحي في هناك بلايص يبيعوا فيها في الاضاحي، كذلك تنقل المواطنين في فتره العيد من الجهات، حاليا يجب منعه بصفه باته، يعني هذا سوف يفاقم الازمه الصحيه ويساعده طريقة كبيرة في انتشار الوباء. هذا يتطلب وقفة حازمة من الحكومة لتطبيق وفرض تطبيق القوانين التي تم إقرارها. هذه الإشكالية الكبيرة اللي هو نحن المواطن التونسي حاليا غير شاعر في خطورة الوضع وليس مستعد لأي تطبيق القانون الذي تم إقراره. هذه هي الإشكالية الكبيرة. مثلا نحن التلقيح التي قالت الدولة التونسية أنها ستوفر من هنا آخر جويلة 1,200,000 تلقيح ولمدة، وزاد قالوا لي هم شريوا ما يقارب عن 3 ملايين جرعة من فاكسان جونسون أند جونسون. النتيجة من التلقيح لا نراها قريبة، يجب 21 يوم بعد الجرعة الثانية، معناتها نعرف إذا كان هذا يتطلب شهرين، لأن النتائج المرجوة من التلقيح مش تظهر. نحن حاليا في حالة خطيرة، في حالة مستعجلة، يجب حاليا منع معناتها تطبيق القرارات والحجر. هو صعيب ياسر الحجر التام نظرا للحالة الاقتصادية وصعبة، معناتها كان ممكن قبل الوقت اللي كانت الدولة أعطت معناتها مساعدات للمواطنين لكي يتحملوا نتائج الإجراءات الحجر الشامل، أما حاليا الوضعية الاقتصادية والوضعية الحالية صعبة ياسر، لكن بالطبيعة الحجر التام والشامل هو أحسن حل لوقف انتشار الوباء هذايا، خاطر نحن عندنا متحور خطير ياسر، متحور دلتا اللي هو صعيب ياسر وقف انتشاره من غير قرارات صارمة وقرارات رضاية. نائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير سويسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس، شكرا جزيلا لك.